مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكوسة المحشي. عنا حوالي كيلو كوسة، لحم شقف، نص وقية لحم مفرومة، كوب رز غسلتن اكيد، ملح، ملعقة ونص طعام شراب، مكعب ماجي، ملعقة صغيرة 7 بهارات، ونص ملعقة صغيرة فلفل اسود. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. هدول الكوسيات نقرتن ونظفتن وغسلتن، تركت وحدة بس لنعملها مع بعض. بسم الله. وبشيل كمان هيدا العرق. ملا بهذه الطريقة، طريقة جدا سهلة وسريعة. نظفناها من الداخل بهيدا الشكل. هلا بغسلها وبحطها فوق رفقاتها. لأعمل الخلطة أنا وياكم. بحط اللحمة فوق الرز. كمان بحط شوي بهار أسود، 7 بهارات. رشة ملح. بخلطهم منيح مع بعض. بس خلطنا اللحمة والرز والبهارات، هلأ منبلش بحشي الكوسة. عنا الطنجرة. أول شي بحط اللحمة بالأرض، هيدي اللحمة اختياري. نحشي الكوسة هلأ. بسم الله. نحشي الكوسي تقريبا ازود من الربع شوي. هلا بحطه هون. بس حشينا الكوسة، هلا عندي بندورة مقطعة بهيدا الشكل. اذا حبينا فينا نحط بندورة بهيدي الطريقة، والبندورة يلي بقيت بحطها بالطنجرة. بحط مي. بسم الله. كمان بحط مكعب الماجي، كسره اكيد للمكعب قبل ما احطه بوزعه. بحط باقي الفلفل الاسود وكمان 7 بهارات وملح اكيد على الذوق. ونحط الشراب. هلا بعالي عليهم على الغاز وبغطيهم بالغطا، بتركن ليغلو. بس غلت المرقة بهيدا الشكل. هلا منخفف الغاز على الوسط ومنتركن يغلو ليستوي الكوسة. هيدا الكوسة المحشي صار جاهز للتقديم، اخدوا حوالي ساعة على النار. بطفي الغاز لنشوف مع بعض كيف طلعت الكوسة من الداخل. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. الرز مش مزروك كتير بهيدا الشكل. هيدا الكوسة اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.